لقد وعيت الإنسانية حقيقة الصهيونية. فتنادت من أجل الدفاع عن حريتها وعن وجودها هنا في فلسطين، فلسطين التي تعاني من عنصرية الاحتلال الصهيوني. باسم تجمع مؤسسات المجتمع المدني أحييكم لنجتمع اليوم هنا في ميدان الشهداء لنحيي يوم التضامن الدولي مع شعب فلسطين الذي انطلق منذ 64 عاما. إن هذا القرار